ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 265 مليونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 5 ملايين في الوقت الذي واصل فيه المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون انتشاره في العالم. وأعلنت تشيلي أنها رصدت أول إصابة بالمتحور على أراضيها، في حين ارتفعت الإصابات بالمتحور إلى 12 حالة في كوريا الجنوبية. ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا مستمر في الزيادة، مؤكدة الدخول في الموجة الرابعة من الجائحة رسمياً.